كل التحيات لكم واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. ضيفنا اليوم رئيس لجنه حقوق الانسان النيابيه النائب الدكتور ميشيل موسى. قد ما حكينا عنه بالمقدمات ما بنقدر نعطيه جزء من حقوقه لانه يعمل بصمت وبهمه دائما وقت اللي بيشتغل يكون في نتائج لكل الاجتماعات يلي بيسعى قدر المستطاع مش ان تكون بعيده عن الاعلام ولكن ان تكون الاعلان عنها موثق بانجازات انجاز التعبير ولو كانت صعبه بهذه المرحله نسبة إلى الإمكانيات. وقت اللي بنحكي عن حقوق الإنسان طبعا كثير في انتهاكات مش بس عندنا بالوطن ولكن بكل العالم بنلاحظ أنه في انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، هذا في الخارج ولكن داخل السجون الحياة الثانية عم بتكون مختلفة. صوت المساجين بنسمعه نحن ببرنامجنا بين مرحلة وتانية وقت اللي بياخذوا مبادرة الاتصال بتلفزيون لبنان لحتى يسمعوا صوتهم للمعنيين، وطبعا هن ما بيقصروا لأنه صوت واصل ومسموع بكل الأحيان. ضيفنا إذن النائب الدكتور ميشيل موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، سعادتك أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا على المقدمة. يعني بعيد عن كل يعني النشاطات يلي أنت عم تشتغل فيها بالسياسي ولكن بنلاحظ أنه حقوق الإنسان في لها حيز ومساحة كتير كبيرة عندك. آخر اجتماع كان مع وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال دكتور حمد حسن، يعني كان موضوع السجون، يا ريت بنعرف تحديدا على شو قدرتوا اتفقتوا هذه الاتفاقات يعني مرهونه بامكانيات لحتى نقول هيك رح نقدر نشتغل. يعني مثل ما بتعرف موضوع السجون موضوع متعدد الجوانب والاختصاصات، يعني بحقيقه بالاجتماع هيدا كان في وزير الصحه وكان في وزير العدل وكان في ممثلين لوزاره الداخليه. اجتماع واحد وقت اللي زرته انت بالوزاره؟ لا، ثاني يوم نعمل اجتماع، كنا داعيين اجتماع مع اللجان مع الجمعيات ما هيك للوزراء المعنيين مع جمعيات مؤسسات اهليه تعمل في قطاع السجون. وطبعا هو كان استكمال لاجتماع سابق قبل باسبوعين تقريبا لمتابعه المواضيع. وبالتالي يعني في ثلاث اقسام يعني فينا نحكي عنها يمكن اساسيه. القسم الاول مع وزير مع وزاره الصحه لانه يعني واضح العنوان كبير اليوم بموضوع السجون هو الاكتظاظ اللي من خلاله المشاكل بتبلش تكتر وبتزيد وخاصة أيام الأزمات. يعني اليوم أنت بتعرف أنه سجن مثل سجن رومي تعمر ليكون فيه 1200 سجين في 4000 وشوي وصل ل 5000 أوقات، وبالتالي كيف بده يعيشوا؟ كيف بده يقعدوا بالغرف؟ أي غرف؟ قديش إمكانية التعاطي والتأهيل داخل السجون؟ قديش القدرة على الاهتمام بالمساجين من منامتهم إلى كل الأمور الأخرى؟ وبالتالي عم نحكي عن سجن رومي. السجون الأخرى ليست أفضل حالا طبعا، وخاصة نحن بفترات معينة طويلة يعني نعم. بيكون في تفلتات أمنية وغيره ومشاكل، وبالتالي بتزيد يعني المساجين عدد المساجين، كما أن النظارات حتى اللي هي مفترض للتوقيف ل 48 ساعة 72 ساعة ويحول للسجون كمان في اكتظاظ كبير جدا، يعني نظارات المغافر. وبالتالي في مشكلة يعني ببلش من الاكتظاظ. هلا بما يختص بالصحة في عنا الأمر الطارئ اليوم اللي هو الكورونا. وبالتالي هذا وباء يعني يعدي بسرعة ويخلف اضرار، يعني شئنا ما بينا واضرار كبيره يعني. وبعد في ناس بيقولوا كذبه، في ناس بترفض من هيك بقول انا انه شئنا ما بينا، لانه بالاخر هيدي حقيقه واقعه وبتشوف شهادات يعني من اصيبوا بخبروك يعني شو الموضوع. فبالتالي ما حدا في بقى يعيش هالانكار من الناس، وعلى الكل اليوم انه يعني ينضوي تحت الاجراءات المطلوبه. لكن اللي شو اتفقتوا مع الوزير هذا البهم موضوع عند الوزير في اشكاليه، كان في اصلا مبنى خصص للحجر في حال يعني اصابات او شكوك باصابات بالسجن للحجر. هلا بيبقى الاستشفاء كم سرير؟ عم نقول كم سرير بنقول ولا ما بعرف؟ لا لا، الحجر كبير يعني في مبنى. لا عم نحكي عن اسره ولا اسره المستشفى؟ لانه عم يناموا كعب راس على الارض بالحجر يعني. لا لا وذرة. اكيد انه منامتهم ايه طبعا يعني واضح الموضوع، لكن المهم بالموضوع انه في شغلتين. الاولى انه التعاقد مع مستشفيات حكوميه يعني كان بمهله من كم يوم، كان بمهله 10 ايام يعني المفروض بعد اسبوع يكون في 11 سرير عنايه فائقه بظهر الباشي واربعه بزحله وفي اماكن اخرى عم بي يعني عم يتفقوا معها كانوا مشان
الأمر الجيد اللي أتاح هذا الموضوع هو أنه في يعني إذا بدك إمكانيتين ماليتين، لأنه الإمكانية المالية هي مشكل أساسي عم بتكون بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة أو الدولة بموضوع الكورونا، لأنه في مستحقات كبيرة للمستشفيات الخاصة ما عم تندفع، وكلفة الكورونا هلأ يمكن بالطول لتندفع، وهيدي كلفة كبيرة نحكي الأمور كما هي، لأنه هيدي بدها فريق عمل متخصص وبدها تياب متخصصة فيها كلفة كبيرة. أي منها متوفرة؟ مش متوفرة كلها؟ لا وغالي، يعني بدك يعني بفوت الواحد وكان في اتفاق على أساس أنه ما هو هيك، أنه اليوم في شغلتين عملوا بهالموضوع وهيدي يعني بحلحلوا بعض المواضيع. عم نحكي نحن بأشياء منا عظيمة بس بحلحلوا بعض المواضيع، اللي هي قرض البنك الدولي اللي كانت 38 مليون دولار، واللي بعد جهود كبيرة انعملت، هذا أقره مجلس النواب وضع طويلة، بعد جهود كبيرة سمح لاستعماله نتيجة الأزمة المالية اليوم، يعني هو محطوط لمعدات لمستشفيات معينة والبروسيدور تبعها طويلة وبالأسعار اليوم مش ظابطة، فوضع بخدمة يعني تسوية موضوع المستشفيات، وطبعا مؤخرا وافق البنك الدولي على انه يستعملوها بقضايا الكورونا لفتح يعني مراكز عناية فائقة ودفع مستحقات. الامر الثاني هو في منظمة الصحة الدولية عاطية كمان منح هبة للدولة اللبنانية معالجة 800 مريض من بيناتهم مرضى الكورونا. هيدا بموضوع صحي، مرضى الكورونا بس برومية ولا بباقي لا السجون؟ لا مرضى السجون كل السجون سجون مش بس رومية. لا طبعا سجين هودي يعني حلول يعني متأخرة شوي لكن بتحل بعض المشكلة. بيبقى موضوع الاكتظاظ هو يعني الأساس بهالموضوع، كون انه هذه العدوى وقت اللي بيكون في كميات كبيرة بغرفة واحدة يعني عم بعيشوا مع بعض بكل شيء، اكيد العدوى رح تكون يعني كبيره. ان شاء الله انه يعني ما تكون هالقد يعني حجمها، لكن هذا مرض ما حدا بيعرف يعني كيف بتروح الامور، فبالتالي يعني في شيء اليوم عم بتحسن. هلا بالنسبه للطبابه داخل السجن في شكوى اكيد، هي من مهام مين؟ إذا تسمح لي سعادتك، من مهام مين؟ بيقولوا مش من مهام وزارة الصحة داخل السجون، كله مرتبط بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي، قوى أمن صحيح؟ لا يعني قوى الأمن الداخلي هي مولجة بإدارة السجون. نعم بس وزارة الصحة لها وجود داخل طبعًا السجن؟ طبعا وزارة الصحة لازم يكون عندها وجود، لازم وزير بس إلها؟ لا وزير الصحة بيقول إنه إيه في طبيب أطباء الأقضي وعم بيفوتوا، بس يعني في شكوى من المساجين. نعم. إيه وأنا عم توصلنا هالشكوى يعني الاتصالات انه مش كافي هذا الموضوع ومش عم بيكون بالشكل المناسب بالنسبه كمان للادويه، لكن يعني وزاره الصحه عم بتقول انه اوكي. في عندنا الصليب الاحمر الدولي عم يعني بفوت على السجون ايضا غير اللبناني، ايه دولي لانه عنده قدرات امكانيات ماليه معينه. نعم. عم بفوت ل يعني تدبير يعني شؤون المساجين صحيا و حياتيه. طب بهذه المرحله اللي نحن فيها كيف نقدر نوصف الوضع؟ يعني في ظل الكلام والمشاهد والفيديو اللي شفناهن وشفنا كثير امور، يعني تعليق مشاني وكلام ومواقف يعني انسانيا نحن بنقدرها وبنقول يعني مفترض انهم يتحاكموا ولكن بعدل تمام بظروف انسانيه مثل ما كل السجون بكل العالم، ولكن قديش بدنا لحتى نوصل الى هذا المعيار؟ شوف المساجين بشر. نعم. اخطاوا بمحل معين وفي عقاب حسب القانون. نعم. لهذا الخطا سعودي بشر. نعم. بده يطلعوا ليستأنفوا حياتهم بشكل عادي فيما بعد. صحيح. نتيجة الخطأ اللي ارتكبوه. بالتالي يعني التعاطي معهم بده يكون كبشر مش كمساجين، انه والله شغلي يعني بحدود دنيا او شيء، لا بشر كاملين. نعم. المواصفات في الشغل اللي ارتكبوها بياخذوا عقاب. المطلوب بالسجن شغلتين. شو؟ ان يكون السجن هو للعقاب. واصلاح. طبعا. والامر الثاني هو الاصلاح. يعني بالتالي تأهيل حتى هالسجين يطلع على مجتمعه يستطيع أن يندمج وينخرط في مجتمعه، ويمكن يكون تعلم مهنة بهالفترة اللي قعدها، يمكن طور تقنياته أو طور إمكانياته وقدراته. حتى في صفوف ممكن يتعلم يعني ولا بالسجن ولا مفترض بكل بلاد العالم في إمكانية تعلم، في مكتبات بيطالع فيها، في تطبق عندنا؟ لا للأسف. نحن عم نحكي عن
ما يجب أن للأسف يكون للأسف، لأنه ما في إمكانية ولا ما في مبادرات، ما في إمكانيات، وهذا الاكتظاظ يمنع هذا الأمر، وما في يعني حسن تدبير اليوم. يعني حتى موضوع السجون مفروض يكون من صلاحيات وزارة العدل، يعني اللي هو المؤشر مؤشر أنه هذا الأمر أمر مدني وليس أمر عسكري، أنه بتبقى حراس المساجين. تختلف الأوضاع هون سعادتك؟ يعني مفترض، وعم نقول نحن مش بس مجرد يعني التحويل إلى وزارة العدل، في برنامج بده يكون وبرنامج يلحظ، وهذا الأشياء موجودة كلها. التعاون مع الوزارات الأخرى، بس بدها رأس مدبر، مع الوزارات الأخرى اللي هي الصحة، الشؤون الاجتماعية، العمل مشان تأهيل، تربية مشان تعليم، يعني في سيستم لازم يكون. للأسف ما صار. أنا بدي أقوله اليوم أنه بالرغم من الصرخة المتمادية الطويلة الأمد على مدى حكومات طويلة، حتى ما نقول أنه في حكومة بعينها هي مسؤولة، كان في مطلب كبير وصرخة منا ومن غيرنا أنه يا أخي عملوا بناء سجون حديثة مؤهلة لأن تكون سجون، بتخفف الاكتظاظ، بتنظم الأمور داخل السجن ضمن المواصفات الحديثة، والأهم كمان أنه أنت إذا عمرت سجون بالأطراف اليوم عم بدل هالرابط العائلي بين السجين وأهليته اللي بيطلوا عليه اللي بيجيبوا له أكل. ما في مبادرات للحكومات المتعاقبة، للأسف ما أخذت. للأسف في يعني في محاولة كان بسجن بمجدلية وقف، وفي خلاف، وقف لأنه في خلاف على طريق، أنه هيدي شو بدها خلاف على طريق، يعني مثلا على سبيل المثال، وفي كان واحد مجنوب كمان ما مش الحال. بالتالي هيدي بدها سلطة الدولة أنه هذا أمر مهم. الأمر الثاني اللي دونك في عندك بناء السجون. الأمر الثاني قصة القضاء وقصة التعاطي مع الأحكام. يعني ما بيجوز اليوم بآخر إحصائية 47% من المساجين غير محكومين و53 محكومين. 53 محكومين. يسلم تمك، يسلم تمك. هذا بعد جهود. لأنه في فترات وصلت لل 55 و60 غير محكومين. مش هيك أنت طلبت لكان بخلية أزمة قضائية لتسريع المحاكمات. تماماً. إنه اليوم نحن بظرف استثناء، في اكتظاظ وفي إشكاليات، لكن في اليوم عامل الخوف والرهبة عند كل الناس وأهاليهم بالسجون، إنه في مرض اسمه كورونا بيعدي. وبالتالي هلا زيارات متوقفة، أكيد متوقفة صار فترة، وحقيقة يعني قوى الأمن أخذت تدابير بهذا الموضوع بمنع الزيارات باكرا، وإلا كنا محل يعني بشع جدا، لكن كله هيدا منه رح يكون كافي. وبالتالي إنه اليوم من حق السجين أن يحكم، هل قد عقوبته، هل قد عقوبته، هل قد الخطأ، وهل قد القانون بيقول، يعني بس إنه ما في، إنه ما بيسوى هيك. طب اليوم كله بيقولوا قانون عفو خاص يصدر فخامة الرئيس، وقانون عفو عام عم يدرسه المجلس النيابي. حضرتك أنت قلت أنه بيحتاج لتوافق سياسي العفو العام، شوف، ولكن العفو الخاص يصدر بمراسيم. تماما. لك في 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 إجراءات عملت، يمكن تسريع بعض الأمور بمحلات معينة عند بعض القضاة، وفي دور لنائب المحامين كتير كان جيد بغرفة العمليات اللي عاملينها من أجل مساعدة الناس على تسريع محاكماتهم والتواصل مع القضاء، بس كله هذا ما عم بيكون كافي وما رح يكون كافي. لأنه بدأ القصة أكثر من هيك. الموضوع بده تسريع عمل القضاء. ما فينا اليوم لأنه في كورونا بده قرار، يعني بده قرار. يعني اليوم بالعكس، يعني بالرغم من كل الصعوبات عند كل الناس، أنه في ناس مساجين في عندهم خوف العدوى وبأعداد كبيرة وما عم بينالوا أحكامهم لحد هلا، أقل حقهم أنه ياخذوا حكم. وبالتالي بدها فعلا يعني حالة طوارئ قضائية من أجل البت بهذه الأحكام. بس لنا زمان عم نحكي بنفس الموضوع. طبعاً للأسف. يعني اليوم حضرتك أنت رئيس لجنة الحقوق يعني الإنسان النيابية، قديش عندك إمكانيات غير الكلام والكلام والاجتماعات والنشاط والدينامية اسم الله، ولكن نوصل إلى نتيجة اللي هلأ عم بيشوفونا برومية يقولوا أنه فعلا وصل حقنا. شوف، نحن بحالة يعني نحن كلجنة نيابية معنا سلطة تنفيذية. نحن نتواصل مع الوزراء ضمن هالاجتماعات ومنناقش ومنقول لهم أنه القرار بإيد مين سعادتك هلا؟ السلطة التنفيذية. يعني كل واحد بالسلطة التنفيذية بده يقوم بالمهمات. من وين بدنا نبلش؟ هلا لتسريع المحاكمات وزارة العدل يعني قامت الوزيرة طلبت من الكل حقيقة، يعني بيومين، ثاني يوم أو ثالث يوم طلبت وزارة العدل مع مجلس القضاء الأعلى باجتماعاتهم أنه يسرعوا، وأنه يعني حطوا برنامج عمل إذا بدك لتسريع المواضيع. بس كله هيدا اليوم ما رح يكون كافي، بس إنه هيدا شوية حلحلي بالموضوع، معالجة
ما راح يكون معالجة تبدأ من هنا. يعني المطلوب اليوم أنه عن جد تخفيف الاكتظاظ، وتخفيف الاكتظاظ حتى بمرسوم العفو الخاص اللي بوقعه رئيس الجمهورية. توضح لي العفو الخاص قديش بيقدر يعفي في خط العفو الخاص اللي عن في يعفي، بس أنه عمليا يعني اللي عم ينحكى فيه جديا منه كبير راح يكون العدد يعني. بس أنه في له طريقة عمل أو بروسيدور. طب في ناس اللي خلصوا محكوميتهم مش قادرين يدفعوا ونحن يعني مخلينهم بالحبس لانه مش قادرين يدفعوا. تماما، في جمعيات بتدفع عنهم. طبعا هي من الاشياء اللي يعني دبر محلات بنائبه المحامين، ودبر محلات من افراد يعني خاصين لجمعيات ومؤسسات عم بيدفعوا عنهم، بقدر هيدي، بس انه كمان عددهم منه كبير. العفو الخاص له بروسيدور بيطلع من القضاء ضمن المواصفات المطلوبه مع لوائح، هي بتكون يعني بناء عمليا باخر يعني الفتره قضاء الأحكام عند الناس، لناس بسن معينة، بمرض معين، في مواصفات معينة ترفع، بس أنه عددهم ما راح يكون كبير. بدأ الأمور وتأخرنا كثير هذا الموضوع. الصرخة بتخفيف الاكتظاظ كان ببناء سجون لائقة بالأطراف، هذا بخفف الاكتظاظ عمليا، وتدبير الشؤون ضمن عملية تنسيقية بالداخل. خلنا نحن أمام مشكلة مش ما فينا تماماً. بين اليوم وبكرة نحلها. من هيك عم نقول الأسرع الخطوة الأسرع حتى ما نبكي على الأطلال. من هيك عم نقول نحن شو الخطوات المطلوبة. كل هالأشياء مطلوبة بس بدأ أكثر من هيك. يعني هلأ بموضوع العفو، قانون العفو العام، كثير من الدول بتعمل بالأزمات عفو عام، يعني ما أنا شغلة غريبة أو شيء. ما عم بيصير في اتفاق سياسي لحد اليوم. في لجنة فرعية عملت هلأ من كل الكتل النيابية عم تجتمع، خلينا نشوف من هلأ لعشرين شهر موعد الجلسة القادمة أنه إذا بيطلع مش معنا. رح نحكي توقعات أو شو بتتمنى، ولكن أنت بقراءة يعني حضرتك أنت كمشرع بالمجلس النيابي بتقول فعلا رايحين نحو إقرار هذا القانون ولا لا؟ لا ما حدا، هذا موضوع إقراره بده توافق سياسي، بده الكتل النيابية تصوت عليه وبالتالي توافق سياسي. يعني أوقات بتفقد في بعض المحلات، فقدت الميثاقيه بخروج حدا، في محلات ميثاقيه من طرف اخر. مطلوب اليوم انه يوصلوا لصيغه مقبوله، ما بدي ما بدنا نقول صيغه فرد من حدا على حدا، وانه يوصلوا بالاجتماعات اللي عم يعملوها لشيء يخفف هذا الاكتظاظ بالسجون. طب اليوم موضوع سجن مجليا اللي اشرت له يعتبر هلا ملفه نايم بانتظار حل هذه المشكله؟ في قصه هيدي يعني باخر اجتماع عملناه بوزاره الداخليه كان مندوبهم، وقلنا له خيي هذا بده حل، يعني بده حل، مش حل على طريقة الدولة اللبنانية. هذا بده حل على السريع باتصالات سريعة وتسوية هذا الخلاف. وعم ينقال انه الخلاف بالاخر منه كبير عمليا، يعني عم نحكي بأرض بطريق منا طويلة، يعني شغلة بسيطة. هذا بده حل بطريقة مش كلاسيكية، بده شوية دينامية بالموضوع، بس انه هذا بده عمار. بس في يعني كثير مناطق بترفض يكون في سجون يعني ضمن يعني مساحات العقاريه. في عندنا مشكل حقيقه، في عندنا مشكل حقيقه كبير بهالبلد. نعم، بالنفايات ما بدنا، مناطق ما بدها، انه ما لا بتضيعها الثانيه، مش عندنا. بالسجون نفس الشيء، يعني بكل هالمواد، يعني بالاخر في دوله بدها تفرض. للاسف يعني نحن هلا وضع ما في حكومه، بس انه محل من المحلات الحكومة أو الدولة بدها تفرض هيبتها وتحط الصالح بهذا الموضوع بعد دراسة وتقول تصريف الأعمال ما بيسمح لها تفرض هيبتها؟ ما فيها تجتمع لتاخذ قرارات، يعني ما هيدي بدها موازنات. قرار متخذ، شو بده يعني؟ موضوع الخلاف على طريق، لا خلاف على طريق بحث ثاني، هذا بدوش، بده وزارة حتى يعني، وإلا لو وزارة الداخلية إنه هيدي فيكم تحلوها أنتم بالطريقة المناسبة والسريعة. لا عم بحكي أنا عن بناء سجون بالمبدأ. يعني السجون اللي عندنا يعني هي مركزية، كم واحد في عندنا غير رومية؟ في زحلة كمان عم يحكى انه قال انبنى يعني غير مطابق لمواصفات السجون. يعني هذا انبنى من زمان، يعني كلهم هودي موجودين اليوم مش معمولين بضمن مواصفات السجون المفترض تكون سجون فعلية يعني بالمواضيع. هلا اضيف لهم الاكتظاظ ومنع ما تبقى من امكانيات تدبير وسيطرة امور الناس بهذه السجون للاسف. طب بموضوع كثير مهم وحضرتك انت قلت لا مع وزارة العدل، هو سجن العدلي الذي أخلي بسبب ظروف غير مؤاتية للعيش، مظبوط رجع بينحط فيه مساجين؟ للأسف هذا سجن كان عم يستعمل الأمن العام للعاملين والعاملات الأجنبيات بفترات معينة. بنيو غيره هذا تحت الجسر. نعم، ظروف الحياتية يعني بالسقعة وبالشوب بعرفه كثير. بالتالي الأمن العام نتيجة المتابعات ونتيجة شايف الظروف كيف وكذا وكل المتابعات والصرخات القديمة
بيعمر مبنى، وحقيقة يعني هيدي بتنحط للوزير للواء عباس إبراهيم، نعم، إنه في أرض للدولة بساحة العبد، بساحة العبد عمر مبنى. رحنا زرناه بعد ما خلصوا، بعد ما دشنوه لنشوف الوضعية، فعلا مبنى مرتب محترم يعني. أخذهم يعني شال كل هالمساجين وحطهم بهذا المبنى اللائق. وإذا عم نتفاجأ هلأ أنه من فترة ونائب المحامين الأثار الموضوع، نعم، وغيره من الحضور كان، أنه هذا المبنى عم يرجع يستعمل يعني كسجن. من هيك قلنا أنه لا، مش مقبول. حتى وزارة العدل عيدت صرختك، مظبوط؟ إيه طبعا طبعا. وكانت وزارة العدل قالت، أصارت وزارة العدل أنه نقول أنه هي مطالبة بهالموضوع من فترة كمان. يعني هلأ مين عم يستعمله؟ الأمن العام؟ قوى الأمن الداخلي. قوى الأمن، بس يعني مين مكان عم ينحط فيه؟ ولا مش عارف نوعي يعني شو ما طلبتوا استفسار من المديرية العامة لقوى الأمن؟ لا لا، طلبنا أنه شايله، هذا بده يلغى يعني بصرف النظر. وبقدر أنه عم بيعملوا اتصالات مشان هالموضوع هذا، وإن شاء الله أنه تزبط. طب اليوم يعني وقت اللي بنحكي نحن عن السجون بهذه المرحلة وعم نحكي عن كورونا، سؤال بديهي بيطرح نفسه وهيدا الكل بيسألوا، نحن لوين رايحين فيما يتعلق بالسجون؟ حتى متى رح يبقى الحال على حاله؟ بانتظار شو هي الخطه البديله؟ دوركم انتم شو رح يكون؟ في من ننتظر هلا اذا بيطلع يعني كان عفو خاص او اذا اتفقوا على عفو عام بخفف شوي من حده الخاص المبيع. مرتبط بالعفو العام؟ لا اذا لا لم يصدر لا 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 مسارين مختلفين؟ اثنين مسارين مختلفين كليا. انا كنت طرحت اول ما بلش الكورونا اقتراح، بس للاسف ما قدر يعني ما تسوق ما اللي هو انه في مباني حكوميه اليوم كثيره مش مستعمل، بينشاف وبينكشف عليهم، بينشاف المبنى اللي ممكن امنيا يعني. عن وين عم نحكي مثلا؟ ما عندي يعني انه الوزاره المعنيه او الوزارات او لجنه وزاريه مش وزاره كان مفروض تكشف على هذه المباني. بس المباني الحكوميه ضمن يعني احياء سكنيه؟ لا لا، في احياء تجاريه، في من بعيد، في في يمكن محل للجامعه يكون بمحل ما عادش عم يستعمل، نعم، في محل لوزاره معينه بمحل، نعم، بعيد. من هيك بينكشف اذا المواصفات يعني شاف المواصفات المناسبه، واحد يعني مكان بعيد عن السكن ومكان امنيا قادرين يضبطوه. اذا بنعمل له ساعتها حديد وشرايط وتسكير وكذا، حمايه المطلوبه، حمايه المطلوبه، نعم. بس انه بدك كمان امنيا يقدروا يضبطوه. هيدي كان لازم يعني، هيدي يعني عم نعمل حل مؤقت، مش سجن. هذا بس حل مؤقت لقطع هالمسافة أو هالزمن اللي فيه خطورة هالقد كبيرة على المساجين. هلأ بيبقى قانون العفو العام اللي هو بيخفف كتير من الأعداد. وطبعا يعني في ناس خالصة صارت يعني مددة، وفي ناس ناطر أحكامها اللي ما طلعت لحد هلأ وعددها كبير. في ناس طلعنا نحكي 53 و 47، يعني 53% موقوفين، وقلت لي 47% غير محكومين. صحيح، موقوفين يعني. صحيح صحيح. وبالتالي لكن هذا مثل ما قلنا، ان شاء الله انه هاللجنه المتعدده الاطراف هذا بده توافق سياسي، وبالتالي قادره انه توصل لصيغه مرضيه بهذا الامر. طب اليوم نحن بس نحكي عن لجنه حقوق الانسان النيابيه، بنحكي بس عن السجون ولا بنحكي بمواضيع وملفات ثانيه انتم مهتمين فيها؟ اكيد بكل الملفات الثانيه مهتم فيها غير السجون. هلا بشو مهتم اللجنه؟ في عندنا الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللي طلعت بقانون قدمنا فيه من كم سنة، وتسمي ما كان في وزير لحقوق الإنسان؟ اي، بس انه المبدأ وزير لحقوق الإنسان انه هذا وزير بوزارة، انه بده يعني يعلي الصرخة ويراقب زملائه يعني بالعدل وبالداخلية وبالصحة ما بتزبط. انه هذه هيئة مستقلة تعين في مجلس الوزراء بناء على مين بيرأسها؟ الهيئة مؤلفة من 10 أشخاص، نعم، بينتخبوا رئيس من بعضه. اليوم الدكتور جرجس، فادي جرجس اليوم برأسه. لكن هاي المشكلة تبع الهيئة ما انعمل لنظام الداخلي وعطت موازنات معينة لحد اليوم، مع أنه حلفوا اليمين عند فخامة الرئيس، يعني أصبحوا قادرين يمارسوا. بس بدون إمكانيات. بدون إمكانيات. هلا عم نعمل في اقتراح قانون تقدم من أجل أنه مساعدتهم بمواضيع القانون النظام الداخلي المالي تبعهم الى اخره. هذا من الاشياء. في عندنا كمان امر اخر بلجنه رح نطلقه قريبا، تاخرنا لانه خلص هو، لكن الكورونا يعني اخرتنا، والهباط بمجلس النواب نتيجه الانفجار ببعض الاماكن مش عم نقدر نجتمع مثل العاده، اللي هو نوع من مساء شرف
لوقف العنف الكلامي بين كل السياسيين. وهذا بيان رح ينعمل او نعمل او في اعلاميين بس بيعتمدوا. ما نعلنه هلا في اعلاميين بيعتمدوا العنف بالكلام يعني نحن فيما يختص فينا كنواب بك يكون مثل للاخرين لنشوف يعني هذا رح نطلقه قريبا ونمشي فيه هلا اضافه لانه في ما اقر باخر جلسه طب المخالف هون لا ما في ما في ما في نحن ما لنا محكمه نحن لا بعطي بس ميثاق شرف يعني انه بالاخر نتيجه اسباب موجبه موجوده ونتيجه ونحط يعني بنود هلا النواب اللي بيهمه الموضوع وبقدر انا رح يهمهم يعني بده يوقعوا على الوثيقه بكون وثيقه شرف يعني ما لنا وثيقه محكمه في بدي الفت بس باخر جلسه لمجلس النواب نعم بموضوع حقوق الانسان في قانون عمل كثير من الاهميه بمكان اللي هو بلش بتعديل الماده 47 من قانون المحاكمات الجزائيه اللي بتفرض حضور المحامي بالتحقيق الاولي بالضبط العدليه نعم. كما الاتصال بالاهل عند توقيف الشخص بيتصل بحدا من اهله ليقول له انا وين وطبعا اذا بده طبيب في يطلب الطبيب اوكي هلا بلشت انه المحامي ما عم يحضر يعني ما عم يقبل انه يحضر التحقيق الاولي بالضابطه العدليه وهذا مخالف نعمل قانون ليثبت هذا الموضوع تقدم بتعديل هذه الماده 47 لتثبيت هذا الحق للمواطن لكن الاداره والعدل الحقيقه وسعت البكار تبعه بشكل انه عدلت عده مواد صار التحقيق اجباري يكون تحقيق نعم. سليم ما في عنفيه ما في تلاعب بالتحقيقات او بوصايه مع اللي عم بيحقق لانه كله بده يكون مصور بشكل تلفزي على موثق صوت وصوره يعني موثق بشكل سري عند المحكمه بتطلب ساعتها بيقدروا يكشفوا وبالتالي هذا بيمنع العنفيه بالتحقيق وبيكون امين يعني في امانه بالتحقيق وشفافيه وطبعا بيحفظ حق الانسان انه يستعين بمحامي بالتحقيق الاولي كما ينص القانون فهذا من الأهمية كان حقيقة إنجاز كبير بالجلسة الأخيرة اللي صارت مجلس النواب. طب اليوم يعني كل الأمور اللي عم نحكي فيها بنرجع لموضوع كورونا اللي هو يعتبر الأساس فيما يتعلق بالزيارات اللي لهلا ممنوعة الزيارات مش مزبوط؟ إيه. يعني العلاقة بين الأهل والمساجين كيف عم بتكون؟ بواسطة وسيط يعني القوة وسيط تليفون. تليفون. يعني زيارات أكل وإلى ما هنالك أكل اللي بيعطون بينظفون أو ما بعرف إذا عم بفوت الأكل الأهل بس إنما يعني بالسجن طب اليوم بالمعطيات اللي بنقول نحن يعني مواد التعقيم اللي بتحتاجها هذه المرحلة وخاصة مش بس بالسجون وين مكان والكل بيعرف يعني الصرخة اللي دايما نحن بنقولها أنه مفترض أنه يكون في اهتمامات خاصة بحياة يعني السجون أو المساجين داخل السجون أنتوا اليوم بالختام معك كرئيس للجنة حقوق الإنسان بهمني اسأل يعني هذه النواحي قديش انتم بتاخذوها بعين الاعتبار وقت اللي بنسمع باتصال معنا مسجون بيقول انه مقصرين معنا حتى بالطعام شوف يعني انا طبعا كمان عم تصلوا فينا وانا على تواصل حقيقة بتصلوا دائما يعني بحطونا بواقع حالهم بمعيشة واضح انه صرختهم انه ما في كفاية من الأدوية المنظفة ما في الاكل ما بيكون يعني كافي او شيء هلا بنسمع بنحكي مع المسؤولين بهذا الموضوع بيقولوا لا انه الامور ماشيه حالها ومثل العاده وما في شيء هلا وين الحقيقه ما فينا نعرف يعني الحقيقه بس نحن عم نطالب دائما بالاجتماع الاخير وقبل الاجتماع الاخير وبالاتصالات اللي عم بتصير مع الوزراء يعني انا من وقت لوقت بتصل بالوزراء اذا في شيء اذا في مراجعه بهالمواضيع بالسجون او شكوى عم بحكي مباشره معهم مع العدليه ومع الداخليه ومع الصحه يعني نحن دورنا نحس يعني الوزارات المعنية بالقيم بواجبها يعني أقل شيء أنه يقدموا لها أنتم ما عندكم سلطة تنفيذية لا ما عندنا سلطة تنفيذية طب اليوم اجتماعك بمعالي وزير يعني الصحة ورجعت سمعت اللي باليوم الثاني حكي مع الوزيرة وزيرة العدل وكنتوا باجتماع طويل يعني وعريض اجتماع كبير جدا ومهم جدا يعني الخطوة اللاحقة رح تكون بالاجتماع شو رح نقدر ننقل من اجتماع لاجتماع هلأ. أمور نقول نحن يا شباب نفذناها بالعدلية يعني نعم. يعني وزيرة العدل كمان حتى نكون موضوعيين وزيرة العدل ما لها سلطة مباشرة على القضاء نوجه لها تحية إلى طريقة عمل نعم. يعني في بروسيدور معين يتعاطي مع مجلس القضاء الأعلى لكن ما عنده سلطة قضائية لكن نقلت هذه الرغبات وبقدر أنا تاني يوم شفنا كنا بالإعلام أنه في إجراءات
اتاخذت يعني بهذا الموضوع طبعا. نعم. بيبقى عندنا شيء اهم اللي هو وكان نائب المحامين حاضر بالجلسه. نعم. كمان واللي دائما يعني صرخته عاليه ومحقه واللي طلب انه تسريع المحاكمات بالتالي بالتعاون معهم من خلال مركز الطوارئ اللي عاملينه. وبالتالي نحن اللي اليوم بنريده انه مجلس القضاء الاعلى انه يعني خلي القضاة يسرعوا المحاكمات. ما في شيء لازم يمنعهم اليوم. الكورونا بتاخد اجراءات يعني بياخدوا اجراءات معينه بالكورونا. بعدين المحاكمات اونلاين اليوم يعني بلشوا بعض القضاة. يا ريت تعمم هذه المواضيع وتسرع المحاكمات بالاخر. يعني حق المواطن يدافع عن حاله او محاميه وحق القضاء انه واجب القضاء انه يشوف شو في يعني ويحكم بناء على معطيات موجود. طب اليوم يعني كل هالمواضيع اللي عم نحكي عنها بتشعر انت كمراقب ومتابع ومشرع بالوقت ذاته في تقاذف للمسؤوليات من الى للوصول الى هذه الحاله؟ ليك الحاله فرضت حالها. نعم. بكل الاحوال بس هو يعني المشكل قديم. قصه الاكتظاظ مشكله قديمه. نعم. المفروض كان حلها ببناء سجون جديده مثلا. وطبعا في شيء على النار هلا؟ ما في مصاري. لا ما في مصاري. في مصاري. ما بنحكي حالنا. في مصاري مخصصه لمجدلية بس البقية. اذا اليوم بلشنا فيه قد ايه بده وقت ليخلص؟ بده وقت. شو عم تعمل سجن انت؟ بده وقت للاسف. لا ما فينا يعني حلول انيه هلا. هي اللي حكينا عنها بالاول يعني هيديك بدها. طب بس بيقولوا انه اذا هلا نحن سرعنا وعملنا قانون عفو خاص عام جمعناهم مع بعض بيرجع بيتعبى لانه بتكون مذكرات يعني توقيف سريعه من هلا لوقتها بيكون يعني البناء يعني طلع وشدت همتها الحكومه. يعني ان شاء الله الحكومه الجايه يعني تقدر تقوم بشيء يعني بواجب معين. في هذا امر ملح ومن الاهميه بمكان انه ما بيصير يعني ترك الناس اللي هن بشر بالاخر. هو ناس هودي ناس ارتكبوا خطأ بده يعني يأدوا محكومية القد وبده يفوتوا على المجتمع بعدين بدل ما يفوتوا حاقدين وتعلموا ما فاتن من قضايا مش يظهروا حاقدين. انه هيدا بدك تدمجهم بمجتمعهم. كيف بدك تأهلهم؟ أنا بدي أشكرك النائب الدكتور ميشيل موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية لهذه المعطيات ونحن وأنت إيد بإيد لحتى نتابع هذه القضية. شكرا لك سيدي. متابعين معكم أصدقائي مشاكل وحلول بعد هذا الفاصل. سر نقابة موزعي الغاز بلبنان النقيب أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حبيبي. يعني بدك تسمح لي من دون مقدمات يلي عم بيصير بهذه المرحلة. أنا هلأ سألتك كم قارورة انفجرت ب 24 ساعة؟ ولا قارورة. قبل بمرة؟ ولا قارورة. قارورة ما انفجرت. هذا الحوادث اللي صاروا نهار السبت. وضح لي. سوء استعمال صاروا. يعني للأسف يعني في بعض الحالات بتأسف أقول يعني في غباء صار بالنسبة لل هذه بدها حملة توعية في عليها العملية. خلي لي هيك إذا بتسمح لي يعني أنا بدي أعمل يعني مجرد هيك يعني موجز صغير. انفجار قارورة غاز بطرابلس داخل سيارة بتشتغل على الغاز بدل البنزين. الأضرار مادية هيدا بعشرة شهر. قارورة غاز بالأشرفية داخل أحد المطاعم المقفلة تسبب بسقوط أتيل ولا أكثر؟ أتيل واحد. أتيل وجريحين. مش قارورة اللي انفجرت. هلا وضح لي هني بالقبل. إضافي لأضرار مادية كمان بعشرة شهر. الصليب الأحمر أفاد أنه نقل شخصين للمستشفى بعد إصابتهم بقارورة غاز بالجية كمان بعشرة شهر. انفجار قارورة غاز داخل منزل بتسكنه عائلة سورية بمنطقة الدورة الهرميل توفى طفلين وانصاب أربعة. هي ب 22 نيسان 2020. قارورة غاز داخل محل لبيع الفلافل بصيدة القديمة. الأضرار مادية هي ب 24 أذار 2020. ثلاث فرق من الصليب الأحمر اللبناني نقلوا ست جرحى من جراء انفجار قارورة غاز بالديكويني ب 11 أذار 2020. أربع أشخاص أصيبوا بحروق وجروح نتيجة انفجار قارورة غاز تستخدم في تلحيم الحديد. أعطينا شي خبرية حلوة. داخل محطة محروقات بطرابلس أبي سمرة بسبعة أذار. قارورة غاز انفجرت وأدى لحريق حدنا هون بأحد مطاعم فردان ب 13 كانون الثاني 2020. يعني هذه الخلاصة وقت اللي بدنا نحكي معك ونلاحظ بالمقارنة قديه حذرت بمقابلات قبل. مزبوط. وقلت يا جماعة انتبهوا هيدا السكر وبهذه الطريقة مركب جرة الغاز. مزبوط. وعرضت بروشور أكثر من مرة ولكن هذه حوادث وضحايا. آخر مرة وقتها كنت أنا وياك على البلاتو كان معنا رئيس اللجنة الفرعية. نعم. نايب زيف معلوف كمان نوجه له تحية. نايب السابق. نعم مزبوط.
وهو بالتوصية اللي طلعت فيها كمان حملة إرشادات للمواطن بالنسبة للمخاطر اللي عم بتصير هلأ نيت تكرار. هلأ وضح لي، قلت لي قبل شوي إنه مش قارورة غاز وين؟ نحن اللي عم نكشف على مشان بالأشرفية. نعم. في تسرب غاز، مش رح في تحقيق بعده ماشي. تسرب من قارورة ولا من خزانة؟ لا لا، أنيت الغاز إذا كنت فتحها وسحبت النبريج منها شو بصير؟ اللي أنت أدرى. بيصير تسرب. نعم. وهيك صار بالأشرفية. شيلوا الغاز وشيلوا النبريج. شيلوا الإستلاسيون والأنينة موصولة على الخزان، الخزان موصول على الإستلاسيون. أكثر من هيك ما في أحكي. مش هناك الغباء يعني، مع الله يرحم اللي راحوا ويقدم يعني الصحة لكل الجرحى. بطرابلس إنه عم بلحم أنينة، عم بركب، عم بحول عربيته على الغاز. عم بلحم أنيني تثبتها بالصندوق مطرح خزان ال عم بلحم أنيني أكيد بده يصير انفجار يعني. بالنسبة لغير مطارح في سوء استعمال. نعم. بالمطاعم اللي عم تحكي عنه أنت، وقت بدك تحط الأنيني تولع له من تحته أكيد بده تنفجر. وقت النبريج ما بدهم يغيروه بالسنة مرة، وهذا عم يحمل ضغط. لازم يتغير بالسنة مرة. أكيد لازم يتغير بالسنة مرة النبريج كمان، هذا للسلامة. ما إنه عم يتغير. الساعة لازم ينعمل كنترول عليها كمان، ما انها عم تتغير. وخصوصا هلا البلد نحن فيه ما بقى في شيء اصلي، كله تقليد صار. يعني هون واقعين بمشكلة، يعني في مواصفات اللي مفقودة مش مأمنة؟ هلا البسوق انا لا مش مأمنة. نحن تهريب؟ ما بعرف كيف عم بتفوت على البلد؟ ما بعرف كيف مين بده يشوف عليها؟ هذه الجمارك، معهد البحوث ولا مين؟ الجمارك هي المفروض انه يقدموا لمعهد البحوث، معهد البحوث بيعطي الموافقة اذا كانت منيحة او لا. طب سيدي اليوم يعني بالرغم من كل يعني هاللائحة اللي عرضناها، ولكن بعدنا اليوم عم نسمع انه الغاز بده يغلى، وبعد الناس بتركض وبتخزن غاز مثل ما صار يعني بطريق جديدي او بسيحة ابو شاكر من يومين ثلاثة، لانه مخزن غاز او مزوط. لا لا لا، مش غاز، مش غاز. يعني ما بقول لك الناس بدهم بيخافوا. مزبوط. نحن يعني انا سمعتك قلت انه بدها تصير قاروره الغاز ب 50,000 ليره، صحيح؟ نحن كنا عاملين دراسه بسيطه، نحن قبلنا ابي يعني اذا سعر الطن البلاست على 500 دولار. نعم. وعلى دولار 8500 بحدود ال 50,000. بس الفاضيه قد ايه؟ هيدي الفاضيه هلا اني معمل، للاسف معمل الاناني وقف. معمل الاناني اللي عم ببدل، المعمل الوحيد بلبنان اللي هو عم بيقوم بعملية الاستبدال. الاطلال اللي عنده عاشتورة عم ينزل مرة زيادة. مزبوط. نعم. مزبوط. توقف بسبب انه الدولار كمان. انه يعني ما عم بيقدر يشتغل بقى، ما عم بيقدر ينتج. لا مش قادر يشتري بضاعة لانه عم بيستورد الحديد. طب قديش حق الجرّة فاضية؟ يعني هلا تقريبا بحدود 250,000 تقريبا واكثر كمان. فاضية جديدة؟ فاضية يعني هي سعرها تقريبا بحدود 33 دولار. بس نقول جديدة نقيب، يعني انا بقول انه مستبدل يعني 2016 وطلوع. 2016 وطلوع. هودي اثنين جديد نزلوا على السوق حسب المواصفات اللي وضعتها. يعني احنا بس بدنا نعبي غاز، بدنا ننتبه انه وقت اللي بيرجعوا لنا اياها تكون مطابقه للمواصفات. الانين اللي عم تتصنع بلبنان هي مطابقه للمواصفات. وباقي الانين وين اللي عم يتصنع؟ الانين نحن بعدنا بعمليه استبدال. هلا اذا وقف عمليه الاستبدال هونيك المشكله. نعم. يعني بنسمع ساعتها حوادث كثيره بتصير بالنسبه لل هلا عم بتحذرنا ولا عم تخوفنا؟ لا انا عم بحذر انه اذا وقف الاستبدال مشكله. عم بقول لك شو راح يصير، كيف قبل 2016 اللي صار نفس العمليه بدها تصير اذا في حال. نعم. وقف الاستبدال، لانه نحن تقريبا ثلثين الاستبدال. نحن القرار اللي طلع 175 على 4 مليون انينه، مش يعني بعد مبدلين شيء مليونين و800 انينه، مليونين و800 الف انينه دافعين فرقه نحن؟ اكيد اكيد، هذه من ضمن جدول تركيب السعر. على كل كيلو غاز 150 ليره. طب هلا اذا وقف الاستبدال بنرجع نحن بدنا نرجع ندفع من اول وجديد؟ ما اذا وقف الاستبدال يعني بصير فينا مثل 2003 الانينه اللي نزلناها على السوق، ما هذه بدها صيانه كمان. نعم. على طول بدها صيانه، هذه على 10 سنين بدك ترجع تعملها. مين اللي عم بيتولى صيانتها بهذه المرحله نقيب؟ ما حدا. هلا نحن بعمليه استبدال، ما حدا عم بيعمل صيانه. القنينة المنزوعة عم نرجع نطرحها بالسوق، عم نرجع نحطها انه للتلف هذه بتروح. طب الصيانه شو المطلوب منا نحن وقت اللي الصيانه اللي وضعتها اللي بنور مواصفات معهد البحوث وزاره الصناعه لا نحن فينا ننفذها مثل ما كنا بالاول. يعني صيانه استثنائيه نطرشها نتفه صغيره او اللحم لكعبه او المسكت ما فينا نطرش اليوم لدى ممنوع ولا افتكرت مكل فيه ولا قدر ولا قدرتنا كمان، لانه جالون البويه حقه 180,000 صار. يعني كل انيه تكلفنا اذا 5000 ليره اذا بدنا انيه الغاز بس جالون البويه 2 لتر 100 ال 4 لتر 180,000 حقه. السكر اذا انتزع على الانيه بتعرف بده حقه بحدود ال 50,000 السكر الانينه. طب والساعه قد ايه حقها؟ الساعه كمان كله على الدولار. يعني هي المشكله، لا المشكله عاده بالساعه بتكون بالجره ولا لا؟
الاجاره مفصوله، هذيك اكسسوار يعني. طيب في عندك السكر وعندك الساعة عندك النبريج، هودي اكسسوار بالانينه يعني. نعم. ولا الشركات كمان المعبئه هي مجهزه كمان تقدر تعمل الصيانه للانينه. في معمل واحد هو اللي عم بيصنع الانينه، هو مجهز تقدر يعمل صيانه للانينه. وهلا اني وقف المعمل، مين بده يعمل صيانه؟ مين بده يبدل الحوادث اللي بدها تصير هلأ؟ مين كيف بدها تنضبط يعني؟ هذه سؤالك نقيب برسم مين؟ لانه هيدي فيها حياه ناس. ايه فيها سلامه عامه يعني. عم نستعرض نحن الحوادث اللي صارت هيدي، باكد لك هيدي تربل بدها تصير، باكد لك، لانه حتى الانين الجديد بدهم صيانه كمان. صار شو بدهم من وراء سوء استعمال يعني كمان المواطن اللي عم لانه هو دافع حقه، المفروض هو يحافظ عليها. شو يعني وين مسؤوليه المواطن هون؟ يا اخي مسؤوليه المواطن مثلا الانينه بشلوحها شمال ويمين، لانه ما بصير نعم. بيحدلها بيولع تحتها. طب في ناس وقت اللي بتخلص يعني قاروره الغاز بنيمها، هذا غلط؟ غلط اكيد غلط، ممنوع تنيمها الانينه، لانه الرواسب اللي فيها وين بيروحوا؟ بيروحوا على الساعه، بينزعوا الجلود تبع الساعه، بيروحوا على الصباب تبع الغاز، بينزعوا الصباب النبريج، بيصير كله رواسب. ثاني انينه اذا بدك تحط عليك بتشم ريحه غاز على طول، بضلك شي يومين ثلاثه تشم ريحه غاز، ما بيحترق هذا ناي بضل يعني. مشان هيك نحن عم ناشد نحن وزاره الاقتصاد انه بحمله التوعيه، انه الواحد اذا ما مات من الجوع او ما مات من القصف او ما مات من الانفجار، انه ضروري يموت يعني من حدث عرضي يعني للغاز يعني. طب اليوم قد ايه بتنباع قاروره الغاز؟ سعه 10 كيلو جرام، ما هيك 17000 السعر الرسمي هي الجمعه 17000. 10 كيلو ل 10 كيلو 17. ما بقى يتعبى 12.5. هلا في قرار، هو ممنوع تعبئه، القرار صادر على وزاره الطاقه رقمه 69 نعم سنه 2017 وماشي هون ببيروت وجبل لبنان. طلع مرات بيروت وجبل لبنان، كل واحد عايش على ليله. وين يعني بدي اطلع لوين؟ طلع عم بقول لك طلع مرات بيروت وجبل لبنان، طلع عم بيعبوا قد ما بدهم. بتحمل ضغط 12.5؟ خي نحن هلا بعدنا عم بقول لك عندنا نص المرحله يعني. هلا بعد في عندك نص الانانه يعني معرضه للانفجار، بعد نص الانانه معرضه للانفجار، بتيجي بتحط لها ضغط انت زياده كمان، او بتحطها بصندوق العربيه وبتخط فيها كل النهار، اكيد بدها تنشطر هلا يعني على الخط، لانه بتعرف انه الغاز بيتمدد وخصوصا بالحراره كمان. يعني انا بشكرك لهالمعلومات يعني. وقت الواحد بده يعبي قاروره غاز ما بحطها بصندوق سيارته، هي ممنوع اساسا بالقانون، ممنوع حسب المرسوم 5509 ممنوع تنحط نايمه، ممنوع تنحط بعربيه مغلقه القنينه يعني. نحن بدي خبرك خبريه بس، نحن من سنتين تقريبا نعم كل موزعين الغاز خضعوا لدورات تدريب من خلال النقابه طبعا يعني. نحن موزع الغاز هو اقل واحد معرض للمخاطر، وتيدارك هالقصص اللي بتصير هودي هو اول واحد مؤهل لها تيتعامل معها بكل حرفيه يعني. بوعي، بوعي اكيد، ما يخاف. بوعي اكيد يعني. موزع الغاز هو اللي عم ياخذ من المحل، عم ياخذ من الموزع مجهز كان بعربيته او كان هو شخصيا هو عمل دوره يعني. هذا من خلال وزاره الطاقه اللي عملتنا هي الدورات، وبالتفق بالاتفاق مع الدفاع المدني الدورات صاروا. نحن بدنا نعمل هالقنين كفيه حتى كانت وزاره الطاقه بالنسبه اللي عم يلحموا كمان، كان هي في توجه انه يعملوا لهم دورات هذول اللي عم يلحموا، لانه صار اللحيم على انتحاري، صاروا يخافوا منه، كل واحد عم يلحم صاروا يخافوا منه. ممنوع حدا يمارس هاي المهنه غير ما يكون خاضع بالاتفاق مع وزاره الصناعه وزاره الطاقه. خطر، خطر التلحيم مش هيني. اكيد اكيد يعني، اللي بده يلحم خزان مثلا غاز او يلحم خزان يصنع يعني بده يكون نعم، او كميون او كذا بده يكون له مواصفات هذه كمان خاضع لدوره. طب اليوم بكل هالمعطيات اللي عم نحكي فيها، قاروره الغاز ب 17000 ليره 10 كيلوغرام بحسب القرار الصادر عن وزير الجمعه الاقتصاد والتجاره، هيدي الجمعه ب 17000. نعم. هلا جمعه الاربعاء في تسعيره كمان، كمان طالع السعر، طالع اكيد نحو يعني شيء 30 دولار طن تقريبا. هلا بيتهافتوا العالم اكثر منه عم يتهافتوا يعني. ما هو التهافت اللي صار هو اللي سبب الازمه. عندنا غاز هلا، في عندنا غاز الكميه، في غاز، في غاز يعني، بس انه غير ببحرنا في غاز. هوريك شو بدك فيهم، هوريك مش على ايامنا يمكن يطلعوا. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله خير، موعودين بخير بترجيك ان شاء الله. ولكن الغاز يلي هلا يعني عم ينحكى عنه، وقت اللي بنقول طالع نازل السعر بتشوف الناس دغري. مش هون الموضوع، الموضوع هو صار وقت صار الحديث عن ناصر في لبنان انه بده يرفع الدعم.
ايوه عن المازوت والبنزين وكل المحلوقات صار يعني. نحن عم نحذر انه الانيه الغاز اذا صارت ب 50000 من قدران المواطن او 60 نحن عم نحكي سعر وصل او 60000 او 70000 من قدران المواطن انه يشتريها من قدران يشتريها ولا نحن طاقتنا كمان ندفع بالدولار من بدك تامن يعني الدولار تنقدر عبء علينا وعلى الشركات وعلى المواطن كمان طب قطاعكم اليوم انتم يعني ما وزاره الطاقه مباشره فنوية. نحن الوزاره الوصيه علينا هي وزاره الطاقه نوجه تحيه كمان ل المديرة أورورف غالي تحية لها كمان على المجهود اللي عم تعمله كمان وعلى المتابعة وكمان عنده عبء إضافي عليها كمان هلأني مشاهدة النفط كمان صار باستلامها كمان طب اليوم للناس اللي هلأ عم بيتابعونا نائب شو بتحب تقول لهم بالختام يعني كل الناس يلي وقت اللي بيسمعوك عم بيقولوا انه في ارتفاع بالأسعار انت ما عم تحكي شيء جديد عم تحكي قراءة موضوعية لأنك انت يوميا من خلال معطياتك ومدرجات الأمور عم بتحاول انك يعني توصف الحالة انه في ارتفاع رح يصير بس مش بطريقه نروح نخزن فيها غاز ببيوتنا انا عم بدعي المواطن انه ما يتهافت على الغاز ما يخافوا يعني لانه التخزين كمان انه خطر ومضر لالكم ولانا عم نسمع الحوادث اللي عدت انت هذه كمان احد اسبابها هو التخزين يعني انا بطلب من المواطنين انه ياخذوا كل واحد اللي عاوزه هلا الكميه اللي عم تنطرح بالسوق هي كافيه بالحالات العاديه الحالات العادية كافية بس إذا تهافتوا عم تداوب قديه عنا مصروف نحن مبيت نحن هلأ تقريبا بحدود 700 طن بالنهار عم ينزل بس إنه مانا كافية صارت العالم عم تهافت على الغاز هلأني طيب أنا من وين بدي أمن أنا عم يعطوني نفس الكمية اللي عم يعطوني إياها كانت سنة 2018 و2019 طيب في حركة نمو 5% وفي التهافت اللي عم بيصير على الغاز وفي المطاعم سكرة والفنادق سكروا هودي العالم ما بقى تروح على المطاعم وين عم تاكل بالبيت يعني زاد الاستهلاك على الغاز يعني نحن عم نطالب انه الكميه اللي عم تعطونا اياها سنه 2018 و2019 زدونا اياها اللي هي فرق الغاز البروبان كانوا يعطوه للفنادق وللمطاعم قرار بايد مين هون هذا قرار نحن عم نناشد كل المسؤولين بس اكثر شيء هو حاكم مصرف لبنان ساعه حاكم مصرف لبنان هو مسؤول عنه لانه طلب من الشركات ان شاء الله الداتا تبعونا قد عم يقطعوا كل شركه قد عم تقطع ونحن بدنا كمان انه نحن حسب الكميه اللي عم يعطونا اياها عم نسلمها نحن ما عم نخزن قد ما عم يعطونا هلا امبارح اليوم نزلنا بيان منطقه طرابلس هلاني ما عندها غاز كثير قليل فيها طيب اذا كم واحد عم بيهرب تنقول عم بيقولوا بحجه تهريب اذا كان في كم شخص عم يهرب يعني. تحرم المنطقه كلها او تحرم لبنان كله طيب انه لانه في تهريب يا خي انت كيف حط تهريب لكم كيف العالم تجوعون او تغلوا عليهم انه حرام انه كرمال مثلا طن غاز انه تحرم لبنان كله انه تقول غير طرابلس في مناطق ما فيها أكيد غاز اكيد بالبقيع كمان قليل البضاعه فيها بجنوب قليل البضاعه فيها ما في الا هون بيروت وجبل لبنان لانه ملقوطه 100% يعني وعم نطالب نحن وكلنا سوا يعني بس انه الكميه كمان قليله مفروض انه بيزيدوا الكميات طب غاز عم يصير تهريب غاز كمان لبرا انا بيقولوا هلا في كميه عم تنفقد بس انه انا مش انا اللي بحدد انه كان عم تنسرق انه هذه مسؤوليه الدوله هي الجمارك والجيش هو اللي كيفح العمليه بس ما يدفعنا الثمن لنا نحن ما خصنا المواطن ما خصه والوكيل ما خصه كمان في العمليه دي نائب انا بدي اشكرك لهالاطلاله اللي حبينا تكون توضيحيه عبر مشاكل وحلول شكرا لك طول عمرك إذا أصدقائي نحن لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا نلتقي إن الله راد بكرة معكم مع حلقة جديدة دائما عبر تلفزيون لبنان إلى اللقاء